الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما تنتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحه جيده تنشكر المتابعين القدام والجداد والناس اللي التحقوا بهذا القناه ان شاء الله تكونوا مزيانين تكونوا غايه تكونوا ملاح ربي يحفظكم ونجيكم يا رب اليوم غادي نحطوا واحد القبول رائع قبول مطرطق الناس اللي ما عندهمش قبول الناس اللي ما عندهمش العز الناس اللي تيكونوا مهملين ما تيشوفوا حتى حد اذا قبول رائع هذا القبول غادي ديروه على نيه جلب الحظ السعيد وطردو النحس كاين نحس اللي تيطرد لكم السعاده ديالكم وتيطرد لكم الحظ الحسن اذا البنات اللي طلبوني على قبول ديال الزهر والميمون الميمون هو السعد والزهر اللي تيجي مع طاقه الايجابيه من القران الكريم وطاقه رحمانيه اللي تدخليها الجسد ديالك باسماء الله الحسنى وفي نفس الوقت انت تكوني باذن الله الواحد القهار تكوني مقبوله مع جميع الناس اذا احبابي اذا بغيتوا الوصفه بقاو معايا قبل ما تبداو صلوا على سيد الخلق وحطوا تعليق بالصلاه على الحبيب قد ما صليتوا على الحبيب غادي يكون مفتاح الفرج اذا احبابي الناس اللي بغي العز والقبول ولد ولا بنت وبغاو القبول وبغاو العز علاش لا كلنا تنبغيو القبول وتنبغيو العز اذا هذا القبول غير بالقرفه القرفه الرائعه اللي تطرد نحس وتطرد الطاقه السلبيه من الجسد بغيتي تكوني مقبوله بغيتي تكوني محبوبه بغيتي انك الوقت اللي تكوني تلاقي مع شخص معين بحال البنت اللي عندها خطيب وما عندهاش قبول غادي تدير هذا الوصفه البنت اللي ما عندهاش قبول مع زملائها في المدرسة البنت اللي ما عندهاش قبول مع ناسها تتمشي تشوف عائلة الزوج ديالها المستقبلي ما تكونش عندها قبول تيشوفوها بحال شافو شافو والو إنسانة بدون قبول ما تيبغيوهاش البنت تجي البيت تجي انها مغبونه تقول لك مشيت عند عائله الزوج ديالي ولكن ما تهلاوش شويه ما اعتبرونيش اذا اختي ما عندكش قبول ما عندكش واحد الهمه والشان ولكن اليوم ان شاء الله مع شفية المغربيه غادي نعطيكم قبول رائع واكثر من رائع اللي غادي تكوني معزوزه ومكرومه اولا بكلام الله وغادي تكوني مقبولة أينما رحتي إذا أول حاجة غادي ناخدو القرفة غادي ناخدو ماء ساخن أن نوضع فيه على الأقل سبع قطع ديال القرفة ونخليه مدة ساعة وغادي نضيف ليه قليل من البارفان ديالك ريحة أي ريحة غادي نوضع سبع قطع سبع قطع هذه كولي الكولي ناخذ سبع قطع اذا انا درت الريحه مع القرفه اعطتني هذا اللون لان الريحه فيها الكول اول حاجه ان شاء الله بحول الله وقوته القرفه خليناها مده ساعه دو وضعنا فيها البارفان وضعنا فيها البارفان وان شاء الله بحول الله وقوتي هنقرأ عليها واحد القراءة اللي غادي تعطيني طاقة القبول وطاقة آه وطاقة العز والقبول اذا غادي ناخد البارفان بعد ما رشيت سبع رشات وغادي ان شاء الله نخلي هذه هذا الريحة في الماء مع الماء القرفة لي وضعته في ماء ساخن نخلي الماء يبرد وعاد نضيف ليه الريحه وغادي نحاول انني نجيب هاد الوعاء الى الفم ديالي هنقرأ عليه هاد القراءه ان شاء الله بحول الله وقوته هنقرأ اسم العزيز اول حاجه اسم العزيز 100 مره اسم العزيز غادي يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز حتى اكمل مئة مرة وغادي ندير الدعاء من مرة اسم العزيز يا عزيز تعززت بعزتك فمن اعتز بعزتك فهو عزيز يا عزيز عزني مع فلان ولد فلانة أو عزني مع أولاد آدم أو ولد حواء أو عزني مع شخص معين مرأة ولا رجل دكريه في اسم العزيز اللهم عزني مع جميع الناس الناس اللي ما عندهمش قبول مع جميع الناس اذا انا ما عنديش قبول غادي نوضع اسم العزيز وغادي نقرا صوره يوسف كامله صوره يوسف كامله اللي غادي نوضعها على هاد هاد الماء والريحه والقرفه وغادي تعرفوا ان الناس اللي باغين يمشيو لاي مكان غادي يوضعوها يصوبوها في الليل والصباح إلا كانوا غاديين لأي مكان غادي يخويوه على الجسد ديالهم يقدروا ما يخويوش على الشعر ديالهم ولكن يخويوه ما بين الكتفين والصدر والجسد كامل إلا الشعر لا لأن كاينين بعض البنات اللي تبغيو أن الشعر ديالهم يتمس لأنهم خاصهم شيشوار خاصهم طريقة باش ينشفو شعرهم غادي نخوي غير على الجسد ديالي ولكن الماء فين غادي نخويه الماء غادي نجمعو في وعاء اللي عمت فيه غادي نخوي على الجسد ديالي وغادي نمسح الجسد ديالي مسحات خفيفات وغادي نلبس نوضع الملابس على الجسد ديالي أه وهاد الماء غادي نخرجو الى مكان عاشب نخرجو الى مكان عاشب لانه رائع واكثر من رائع هاد الماء اللي غسلت به وحيت به النحس وطرد التوابع وحيت به النحوسات أه ولكن جلبت به العز والقبول اذا هاد هاد القرفه اللي قريت عليها وسط الماء غادي ان شاء الله نحيدها قبل ما ندوش وغادي نوضعها آه ان شاء الله في الفحم نتبخر عليها او نوضعها فوق فوق الغاز ونستنشق آه ذاك الريحه ديال القرفة رائعه واكثر من رائعه حاولوا غير انكم آه ديروا هاد القرفه فوق الغاز او على الفحم الناس اللي باغين انهم فيما مشاو يكون عندهم عز وقبول القرفه معايا غادي نهز ثلاث قطع او خمس قطع وغادي نقرا عليهم هاد الايه ان شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس سبع مرات وغادي نوضعها في كيس اخضر غنوضعها في ساشيه او منديل اخضر وغادي نهزها معايا في ما مشيت تبقى معايا في الشنطه ديالي اذا من توصل اسبوع غادي نحرقها نتبخر بها نتبخر بها لانها اسبوع غادي نحيدها ونعود وحدة اخرى باش انني نكون مقبولة مع جميع الناس او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس معلومة اخرى غادي ناخد ستيلو اخضر ونكتب وزيناها للناظرين على سبع قطع ونتبخر بهم من كون رايحه لاي مكان او رايحه عند شخص معين او رايحه نقضي اي غرض وزيناها للناظرين وزيّنني مع جميع الناس وزيّنني مع فلان وفلانه ونحاول انني القرفه نخدمها في الطاقه الايجابيه اذا الريحه نقدر نقرا عليها هذه الايات اسم العزيز وصورة يوسف ونبقى نرشها على الصدر ديالي وغادي ناخد واحد طاقة ايجابية من القبولات اذا ان شاء الله كنت كريمة معكم في القبولات حاولوا تنتم تكونوا كرماء ب لايك والدعم وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته